مرحبا جميعا، جاسر مصطفى، نكشة راس ونكشة خميس، وخلينا نبلش. اليوم الفيديو مش محتاج تحضير بالمرة، الفيديو يعني من واقع الخيال. أختي هاي قلبي، الأمان، الحنان، اللي بتخاف علي، اللي بدير بالها على ممتلكاتي، واللي بدير بالها على مصاريفي، واللي ما بتزود همي بالمرة. لا شوي بتزود مصاريفي، الله وكيلك. هلأ أنا مش كتير راح أحكي عن الأخت وعن شو بتسوي في أخوها، بس خلينا نحكي عن كم شغلة، وهدول الكم شغلة ريليتد للدرايفنج، يعني للسواقة. هلأ دائما كان عندها مشكلة أختي، إن أنا دائما بحكي لها إنه البنات عندهم مشكلة في السواقة، لحد ما في يوم هي لحالها أثبتت لي إيش المشكلة العويصة اللي بتعرضوا لها البنات في السواقة. أنا يا أخوان في الأردن السيارة اللي عندي أمريكي، واضطريت أسافر دولة قطر بشتغل، أنا زلمة عايش في دولة قطر، فقلت لها روحي طلعي رخصة وسوق السيارة، يعني أمورك طيبة خليها معك. للأسف 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 المهم في الأردن سيارتين، والثنتين تحت تصرفها، والثنتين ما يعني ما علينا. المهم ففي يوم من الأيام بحكي لها ميري حبيبتي أنت قاعدة تاكلي مخالفات، ديري بالك سوقي يعني بدون ما تشدي بدون ما تسرعي، لأنه جاتني نوتيفيكيشن في مخالفة وسرعة عالية 120. شو اللي 120؟ بنت بتمشي 120 وفي عمان، والله الله ما قالها. لا هي بتحكي لي لا انا اكيد ما بسوق بسرعه كبيره، اكيد انا دايره بالي دائما وعيني دائما على عداد السرعه. طيب قديش تمشي على عداد السرعه؟ بمشي 70 80 يعني بالكثير 80 85. متاكده ميري؟ يعني مستحيل انت ماشي 120. لما قالت لي 80 وانا بقول لها 120، انا بلش يخلط عندي العداد، يخلط عندي الموتور مي وزيت. ميري حبيبتي في رقمين عندك على العداد، في رقم فوق وفي رقم تحت، انت عن واحد تطلعي، في عندك في المايل، في عندك في الكيلومتر. طلعت علي هيك، ايش يعني مايل؟ تعالي فرديني فرديني حبيبتي، وين على اي عداد عم تطلع؟ هيني عم بتطلع على هاد. ماري انت بتمشي 80 مايل، 80 مايل يعني انت 130 بتسوقي، 130 سرعة سرعته 60. مش بدك تخالفي، بدك تخبط على وجهك وعلى وجه اخوك اللي اعطاك السيارة، بدك تخبط على وجه اللي اعطاك الرخصة، تخبط على وجه كل حدا وعلى الكاميرا اللي هي بس اعطتك مخالفة، مش وقعت عليك. عندك مشاكل عويصة في السواقة. اخ يا قلبي، اختي يا اخوان هاي بتجنن في السواقة. والله طلعنا قطر كانت لسه بداية سواقتها، خلينا نسكر هذا عشان الصوت. اول ما طلعنا على قطر كانت لسه بداية سواقتها، بنت يعني بتعرف البنات هي لما تسوق منيح بتعرف شو تسوق. لما تكون لسه في بداية سواقتها. المهم فانا عندي ابن عم الله يسهل عليه، والله انه بتحملها اكثر مني. المهم اخوان كانت ترن عليه كل يوم، يطلع وراها في السيارة كل يوم عشان اما تندل على الطريق اللي هي رايحة عليها، او بس عشان لما توصل على المكان اللي هي رايحة عليه يصف لها السيارة. والله يا اخوان هذا الزلمة ما نعرفه كيف تحمل حياته في الأردن أصلا، والله إنه تحملها أكثر من أبوها. ما علينا. آخ يا قلبي يا اخوان، أنا سوقت تقريبا، خليني أحكي، أنا بسوق لي 10 سنين، 10 سنين تقريبا أو 9 مش متذكر. المهم لتسيل 9 سنين بسوق، في 9 سنين يمكن أكلت 3 مخالفات، مجموع مخالفاتي في الأردن وفي قطر يا سيدي 5، يا سيدي 5 مخالفات في 9 سنين. أقول لك في 9 سنين 9 مخالفات بين الأردن وبين قطر، منهم 3 مخالفات أنا ماكلهم في قطر. ففي الأردن سواقتي كلها في الأردن 6 مخالفات. أتفاجأ إني أنا بدي أرخص السيارة اللي هي مع أختي، اللي أصلا معها سيارتين، عندي سيارتين يعني هي المفروض تطلع في الثنتين، أتفاجأ واحدة منهم عليها مخالفات 12 مخالفة في سنة. الله أكبر. والله لو باخذ الموضوع جكر، والله لو الموضوع شخصي مع السير مو هيك. مير حبيبتي العمود اللي في الشارع اللي فيه عليه بوكس وفي دائرة وبضوي لما حدا يمشي من جنبه، هاد كاميرا رادار، هذا بخالف، هذا إذا كنت ماشي بسرعة بخالف. اللوحة المدورة اللي في عليها رقم في الشارع، هاي سرعة الشارع، يعني إذا ماشي بالشارع وفي لوحة مدورة
مكتوب عليها 60 معناته لازم تمشي 60، اذا مكتوب عليها 80 معناته ما لازم تطلع عن 80. ندير بال. ارجوكي ارجوكي، على الترخيص الجاي راح نبيع السياره. بعدين احلى شيء لما تعمل اختي حادث، اختي لما تعمل حادث يا اخوان اكيد 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 الحق على اي شيء في العالم الا عليها، الحق علي انا وانا في قطر بس مش عليها الحق. مره بتحكي معانا انه مرحبا انا عملت حادث، افتح كروكه ولا لا؟ هو طبعا افتح كروكه مأمن الشامل عشان ايش، انا مأمن عشان سواد عليهم. المهم افتح كروكه ولا لا، يعني فرجينا شو الحق عليك ولا عليهم. ما بعرف بس اكيد الحق عليهم. كيف يعني؟ طب ما انت ما بتعرفي اصلا، متاكد انك ما بتعرفي. اشوف كيف عملت الحادث، والله يكون الداخل على الدوار وخبطته وهو طالع من الدوار. طب ما هو اللي على الدوار، هو اللي له الاولويه، الحق له الحق عليكي. لا طبعا الحق مش له، الحق لي انا. كيف انا اللي داخل على الدوار؟ على فكره الحق للي طالع من الزلمه اللي اصلا على الدوار بعدين بيطلع. ما علينا، الحادث اللي بعده. الو اعمل كروكه. اه حبيبتي ميري انت ما تساليني، انت تعملي كروكه بس، شو اللي صار معك؟ الحمد لله على السلامه. في شيء؟ لا يعني بس هو تقريبا السياره اكلت هوا يعني، بس هو الحق اكيد عليه. ميري كيف الحق عليه؟ طيب شو اللي كيف صار الحادث؟ هو وقف فجاه وانا خبطت فيه من ورا. ميري حبيبتي الحق عليك، افتح كروكه على الشامل. اخ يا قلبي، هذه اختي ماخذه السياره عباره عن رفاهيه في الحياه، مش لقضاء الحاجات. يعني هي مثلا اذا كانت قاعده وزهقانه يلا نطلع بالسياره، اذا جوعانه يلا نطلع بالسياره، اذا نعسانه يلا ننزل من السياره ونرجع نطلع بالسياره، اذا تعبانه يلا نطلع نريح بالسياره. مش في اولويات، الاكل في المطبخ، النوم في الغرفه، السواقه في السياره لما يكون في عندي إشي انا بدي اسويه، مش انا بطلع بالسياره عشان انا بحب السياره. لا هو الموضوع مش هيك بالمره. ميري بليز حبيبتي ركزي، انا مثلا الى 10 سنين بسوق، فيعني ومش صح اللي بعمله، بس ليتس سي انه عادي اني انا احكي تلفون وانا بسوق، اعمل سندويش وانا بسوق، اكل وانا بسوق، اتشقلب وانا بسوق، اقول لك انام على خدي وانا بسوق، اسوي اي شيء وانا بسوق. الى 10 سنين، 10 سنين بسوق. هلا اختي بعد 10 دقائق من السواقه ماسك الستيرنج هيك بنص اصبع، ربع اصبع اظفرها ماسك الستيرنج، واجرها رافعتها هيك على الكرسي، وطبعا الجير ما بتعرف انه موجود اساسا، يعني مش بتطلع على الجير اساسا لانه هو الجير اللي بالسياره كبسات. انسى ولك عادي بالنسبه لها، تعالي صوت وطايد صوت وبيبسي وسندويشه. ميري شو بتعملي حبيبتي؟ عادي انا بسوق. ميري حبيبتي بالله احنا كلاب، احنا الشباب ما تعملي زينا. سوقي زي العالم، كل البنات، كل البنات في العالم العربي والاجنبي والانجليزي دقيقه بسوقوا هيك، برفع الكرسي هذا على الاخر، افك بس الحزام شوي انا بما اني واقف فاحتاجه، برفع كرسي السواقه على الاخر، هذا كلنا متفقين عليه، وبقدمه الظهر على الاخر، بلاقيها قاعد هيك وبقدمه الكرسي، يعني بلاقيها هيك دائما كل البنات اللي في الكوكب هيك الا اختي. اختي بتعمل هيك، ترجع الكرسي على الاخر، نايمه بتطح وبطح، ترجع الظهر على الاخر، ترجع الكرسي على الاخر، اللي هو انا لما اطلع بالسياره ما اوصل لداسه البنزين، وهي اصلا اقصر مني، انت اقصر مني. كيف اقولك البنات بحطوا مخدات، اقول لك بحطوا كعب على البنزين عشان توصل للبنزين، انت كيف تسوقي هيك زينا؟ والله والله احنا ثلاث اخوان والكرسي بسيب ثلاث قعدات، واحنا الثلاث انا واخوي واختي بنسوق نفس القعده، يعني مخزنين بس رقم واحد، رقم اثنين وثلاثه نشيلهم الكبسات اصلا، بدنا نحطهم تعلايه وطايه صوت، والله ما بنستخدمهم بالمره. اخ يا اختي. بعدين الحلو فيها انه لما تاكل المطب، لما تاكل، هي الوحيد الكائن الوحيد في العالم اللي لما ياكل مطب عادي ما صار اشي، هي اختي. باجي انا بكتشف انه السياره فيها، لما ارجع انا من السفر مثلا اركب بالسياره بكتشف السياره فيها صوت وفيها طقطقه والاكسات والمش عارف ايش والسنوبرسات، والله ما اكلت ولا مطب ولا جوره. هدول كيف خربوا؟ هدول ما بيخربوا الا لما تاكل مطب وجوره. طيب انا من وين؟ يلا بنصلح حب مش مشكله. مير حبيبتي لا تدعس الضل، تدعسي بنزين 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 بنزين، سوقي برواق والله ما بدعس. طب الكويلات والبواجي والبنزين اللي بيخلص والزيت اللي ماكله كل ايش يعني، هدول من وين خربوا؟ هدول من الدعس. كوشوكات حبيبتي ميري لازم تغيروا كل فتره، هدول ما بزبط. التايرز تبعك هدول لازم تغيروا، في شتاء في زحاليك في كذا. لا
هدول عليك. كيف علي يا حبيبتي؟ انت اعطيتني السيارة وهي ما وانت مستخدمها. طب هي قد ايه لها معك حبيبتي؟ ما كان فيها اشي يعني، لها سنة ونص. طب يعني انت اللي استهلكتيها حبيبتي. لا هدول عليك. ترخيص؟ لا انت سيارتك عليك. تأمين؟ عليك سيارتك. طب ما انت اللي بتستخدميها، انا تاركها في الاردن. طيب نبيعها؟ لا لا تبيعها، هاي السيارة حبيبتي، هاي اللينكولن جاسر ما تبيعها بلي. طب ما انا بكت 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 وهذا كله علي لانها سيارتي، بس انت اللي هاي حبيبتي، انا اختك الوحيدة، اعتبر عندك 6 خوات. تخيل يكون عندي 6 خوات زي بحبك يا اختي وبموت فيكي وديري بالك حالك، هين رخصت لك السياره وصلت لك السياره وامنت لك السياره وغيرنا كل شيء فيها ولا الي دخل بعد. استخدميها تضربيها تفقعيها كله عندك انت، المهم ان انا ارجع استلمها زي ما اعطيتك اياها. شكرا لكم، شوفكم نكشه ثانيه. اعمل لايك وشير وسبسكرايب ونيبل النوتيفيكيشن بيل، وانت يا ميري اهم واحد اعملي لايك وشير ونيبل النوتيفيكيشن بيل، وهي الفيديو اللي طلبتيه عشان احكي عن ايش بتسوي فيي بالسيارات. Go ahead enjoy وشيرت ونشوفكم نكشة جاي.